أنا أميرة محمد، مهنتي مذيعة. اخترت مجال الإعلام لأنه مجال واسع وأقدر أوصل فيه للجمهور بسهولة، سواء عن طريق شاشات التلفزيون أو شاشات السمارت فونز. طموحاتي في هذا المجال كثيرة وكبيرة، وأولها أني أطرح مواضيع اجتماعية محلية تزيد يعني وعي المجتمع بمواضيع كثيرة ممكن تبني أفكاره. الوصول للقمة أبداً مو سهل، وعشان توصلي للقمة لازم تجتازين العديد من الصعوبات والتحديات. عشان تكونين فتاة القمة لازم تكونين صانعة مبدعة ومتميزة.